الرئيس السيسي يهنئ الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد ويؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق. خلال كلمته أمام أسبوع القاهرة للمياه، الرئيس السيسي يجدد التزام مصر ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف. مدبولي يوجه الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف دعماً لصناعة الدواجن. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. وخلال الاتصال تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمان واختياره رئيسا جديدا للجمهورية العراقية، متمنيا له النجاح والتوفيق، مؤكدا دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على الاستمرار في دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه تقدم الرئيس العراقي بالشكر إلى الرئيس السيسي على اللفتة الكريمة، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، مؤكدا حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي، فضلا عن الدور المصري في تعزيز آليات العمل العربي المشترك. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لوزير خارجية الهند بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند، مؤكدا أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند لكونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات. وفي اجتماع آخر مع رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سوبرمنيام جاي شانكار وزير خارجية جمهورية الهند، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير أجيت جوبتي السفير الهندي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي، مشيدا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدا أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات، وأن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. من جانبه نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند، وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للسيد الرئيس. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين، خاصة على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري، فضلا عن تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار في مصر.
كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جو كايزر رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية للطاقة في مشروعات الطاقة الخضراء في إطار سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد أعرب السيد الرئيس عن التقدير لما حققته شركة سيمنز من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر، مؤكداً سيادته التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنياً وحرفياً على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج. من جانبه أعرب السيد جو كايزر عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مسمناً مسيرة التعاون المثمرة مع مصر والتي تجسدت في عدة مشروعات في مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاثة الحديثة لتوليد الكهرباء التي أصبحنا العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية، حيث تعتبرهن سيمنز إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ إنشائها. كما أكد السيد كايزر عن تطلع سيمنز لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع مصر خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية واعتزاز شركة سيمنز بتعاونها الوثيق مع مصر، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظراً للدعم والإشراف المباشر من قبل السيد الرئيس. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعد من أكثر الدول جفافاً في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري. وخلال كلمته أمام الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، أكد الرئيس أنه على ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها على الرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك. كان قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة، تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ، فمصر من أكثر دول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة والتي يذهب حوالي 80% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 60 مليونا من البشر، هم نصف سكان مصر. وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحداً من أعلى المعدلات في إفريقيا، وتؤدي تداعيات تغير المناخ لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به. وبناء على تلك المعطيات كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر.
كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة انتهجت الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتلميتها بكافة الوسائل الممكنة. فعلى الصعيد الوطني انتهجت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة. كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية. وعلى الصعيد الإقليمي كانت مصر دوما في تعاملها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور بغرض تجنب التسبب في ضرر في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد. هذا وأكد الرئيس السيسي أن رؤية مصر الراسخة هي العمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار. إن رؤيتنا الراسخة هي العمل معا بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدل من التنافس والتناحر الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر وعدم الاستقرار، وإدراكا منا لخطورة هذه القضية وانطلاقا من أهميتها الوجودية لنا، فإن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف العادل. كما وجه الرئيس السيسي الدعوة للمشاركين في أسبوع القاهرة للمياه للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27 والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأدعوكم للمشاركة في فعاليات القمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، والتي ستطرح مصر خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، والتي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزاً إفريقياً للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك لدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم. We'll be right back.
انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في دورته الخامسة تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي. تهدف الفعاليات لمناقشة الآثار المتعلقة بالتغيرات المناخية على قطاع المياه. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار المياه في قلب العمل المناخي بهدف مناقشة أثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، وذلك بحضور 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا بإجمالي يزيد عن 1000 مشارك. أسبوع القاهرة للمياه أصبح من أهم الأحداث العالمية في مجال المياه، والعالم كله يعلم عن هذا الحدث. وبصفتي رئيس المجلس العالمي للمياه حضرت لكي أنقل الحلول والخطط التي قمنا بتحضيرها إلى هذا الحدث، هذا بالطبع إلى جانب قمة المناخ، لأن العالم ينتظر حلولاً عملية. ورسالتنا التي ننقلها لمصر هي أهمية المحافظة على المياه، لأنه ومع التغيرات المناخية تقل الموارد المائية، ومهمتنا الأولى هي حماية هذه الموارد. أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيضم العديد من الجلسات رفيعة المستوى للحديث عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق النضرة المائية، والتعريف بمحاور المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه وغيرها من المحاور، هذا إلى جانب تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين وتقديم أبحاث علمية في مجال المياه. هو يعني بيصلح أنه يكون جزء من التحضير هذا المؤتمر ليكون الاجتماع بالنسبة للاجتماع المؤتمر المناخ العالمي اللي حيحصل هون بشرم الشيخ في مصر، أنه يكون ناجح، أنه خاصة فيما يخص المياه، فيما يخص منظومة المياه اللي بتتأثر فيها البلاد العربية، أنه يتم وضعها بموضوع بحث متقدم خلال المؤتمر القادم، لأنه موضوع التغير المناخي وموضوع ترشيد الاستهلاك وموضوع ترشيد توزيع الموارد المائية هي لازم تكون جزء لا يتجزأ من المؤتمر المناخ. This is my third time visiting Egypt and properly Cairo. هذه هي الزيارة العاشرة لي إلى مصر، وحضرت هذا الحدث الهام لنقل المعلومات والتفاصيل حول التجربة الأنجولية والتي يمكن تطبيقها في مختلف أنحاء العالم في ظل الوضع الحالي. تأتي أهمية أسبوع القاهرة الخامس للمياه في إطار اهتمام الدولة بقضية المياه من خلال تعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، إلى جانب التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن. وخلال الاجتماع أشار مدبول إلى أن الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف تأتي نتاجا للتداعيات السلبية للأزمة العالمية والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى، وأوضح أن الدولة تتحرك لتقليل حدة تلك التداعيات السلبية، كما شدد على استمرار الحكومة في العمل وفقا للتوجيهات الرئاسية على دفع جميع الصناعات، لافتا إلى التنسيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500 خلال المرحلة المقبلة. وخلال اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى 500، أكد أن المستشفى يمثل مشروعا ضخما يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني، وموجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية واتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل.
تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وأسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 802 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، وضبط معهم 352 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 117 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1230 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش، 157 بندقية و113 بندقية آلية و79 مسدساً و880 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة إضافة ل1670 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 574,364 حكماً قضائياً، من بينهم 2,358 حكم جناية و196,673 حكم حبس و292,732 حكم غرامة و82,601 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضموا 28 متهماً قاموا بارتكاب 14 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 80 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهم وإعادة 10 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2709 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 3023 متهماً، من بينها أكثر من 584 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 2101.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 180 كيلوغرام، وضبط ما يزيد على 28 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى قرابة 80 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 44,706 قرص مؤثر و103,062 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 99 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 31 مليون جنيه
متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 501 من القضايا التموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 109 أطنان. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 23.5 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 85 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و185 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوفود والمساهمين الحكوميين المشاركين في قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ لمطالبة جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف بنشر خططها للتخلص التدريجي من الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري قبل بدء فعاليات القمة الشهر المقبل. وأكد غوتيريش أن هذه البنوك مطالبة في الوقت نفسه بتعديل خططها الاستثمارية نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بفتح شركات جديدة مع البنوك الخاصة. Entire populations are being blindsided by cascading climate disasters without any means of prior notice. People need adequate warning. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم نتابع فيها. مسيرة حاشدة في فرنسا احتجاجا على التضخم وارتفاع الأسعار. أكدت الرئاسة الروسية الكرملين أن حلف الناتو يتدخل فعليا في الصراع بأوكرانيا مضيفة أن ذلك لن يؤثر على تحقيق الأهداف الروسية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت بصواريخ عالية الدقة مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني وأنظمة طاقة ودمرت جميع الأهداف المطلوبة خلال الساعات 24 الماضية. قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن أقل من 9000 جندي روسي فقط يتواجدون في البلاد ضمن القوة المشتركة بين البلدين. وكانت السلطات البيلاروسية قد أعلنت وصول أوائل دفعات الجنود الروس في القوات العسكرية المشتركة الجديدة إلى البلاد بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي تقول مينسك إن مهمتها الدفاع عن حدود البلاد ضد أي تهديد أوكراني. دخلت خطوط أنابيب الطاقة على خط المواجهة في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وذلك في تصعيد جديد للمواجهة بين موسكو والغرب. المزيد في سياق العرض التالي مع الزميل يوسف عبدين. مرحبا بكم. في تصعيد جديد للمواجهة بين روسيا والغرب تدخل خطوط أنابيب الطاقة على خط الأزمة في إطار تداعيات الحرب الأوكرانية والمستمرة منذ 7 أشهر. البداية حدثت عندما قلصت شركة غاز بروم الروسية تدفقات خط الغاز نورد ستريم 1 في يونيو الماضي بسبب مشاكل فنية تتعلق بالمعدات قبل أن توقف الإمدادات تماما. توقف خط الغاز الذي كان يمثل 40% من تدفقات الغاز الروسي لأوروبا
قابله غضب واتهام أوروبي باستغلال موسكو الغاز كسلاح في مواجهة الغرب، فيما عزت موسكو الانقطاع في خط نورد ستريم 1 إلى العقوبات الغربية التي تسببت في أضرار بالبنية التحتية الروسية. وفي نهاية سبتمبر الماضي أعلنت الدنمارك والسويد رصد تسريبين للغاز بخطي أنابيب نورد ستريم 1 الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، وفي خط نورد ستريم 2 وحددت إحدى نقطتي التسرب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية والأخرى في المنطقة التابعة للسويد. هذان الخطان ليس في الخدمة بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أنهما يحتويان على غاز، ما أثار شكوكا حول عمليات تخريبية طالتهما. خط آخر لا يقل أهمية عن خطي نورد ستريم 1 و2 وهو خط أنابيب دروجبا النفطي، والذي يعني اسمه باللغة الروسية الصداقة، حيث تعرض هو الآخر لحادث تسريب ورجحت بولندا أن يكون سببه حادث عارض. يعد خط أنابيب دروجبا النفطي أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، حيث يزود معظم دول أوروبا الوسطى بالنفط الروسي بما في ذلك ألمانيا وبولندا وبيلاروسيا والمجر وسلوفاكيا وتشيك والنمسا. ومع دخول خطوط أنابيب الطاقة خط المواجهة بدأت تئن دول الاتحاد الأوروبي من الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة جراء ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، مما ينذر بحدوث أزمة حادة خلال الشتاء القادم قد تجبر الحكومات الأوروبية على إنفاق المليارات لتخفيف العبء عن المواطنين. تظاهر آلاف الأشخاص في باريس احتجاجا على غلاء المعيشة، وتتضمن مطالب المتظاهرين عددا من النقاط منها التقاعد في سن 60 وزيادة الأجور وتجميد الأسعار وفرض ضرائب على الأرباح الفائقة والتحول البيئي. أعرب وزير الاقتصاد والعمل في النمسا عن تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي في الشتاء المقبل، مشيرا إلى نجاح بلاده في بناء احتياطي الغاز الاستراتيجي. وقال الوزير إنه إذا لم يكن هناك ما يكفي من الغاز الطبيعي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، فإن معدل البطالة يمكن أن يزداد بشكل كبير في الأعوام المقبلة، ولكن لا يزال بإمكان الصناعة لا يزال بإمكانها اتخاذ تدابير مضادة وهي محمية جزئيا من ارتفاع أسعار الطاقة. Also natches steuern Verhalten, jetzt könnte man auch sagen, sie manipulieren Verhalten in gewisser Weise, das ist eine Frage der Sichtweise. Letztlich gibt وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لعام 1966. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين مصر وإسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة في مجموعة، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة. القانون جاء في وقت محوري للدولة المصرية، قانون غاية في الأهمية، نشكر الحكومة عليه خاصة في التداعيات اللي بتحصل حوالينا في العالم كله. والقانون يمكن إصداره في 1966 وأفرز الواقع العملي إن المواد اللي موجودة فيه العقابية لم تحقق الردع العام. بشكر الحكومة على تقديم هذه التعديلات لوقف البناء على الأراضي الزراعية. موضوع البناء على الأراضي الزراعية بيعتبر من أخطر القضايا اللي بتهدد الأمن القومي الغذائي، والدولة كانت حريصة وقامت بالكثير من الإجراءات
ولكن العقوبة في القانون الحالي كانت غير كافية لإيقاف البنى على الأرض الزراعية، وبالتالي استلزم الأمر يعني تدخل تشريعي لتغليظ العقوبة. كما تمت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة مع الحكومة الإسبانية، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين الحكومة وأحد البنوك الكورية الجنوبية. وكان المجلس قد أحال خلال الجلسة 8 تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بدون مناقشة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وتم رفع جلسة مجلس النواب إلى غد لاستكمال مهامه النيابية والتشريعية. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب تقديرهم لاهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، لافتين إلى أن منحة التمويل الخاصة بمشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة تهدف لتقديم دعم حقيقي للمرأة. الهدف من المنحة أن نعمل دعم حقيقي للشكايات داخل المجلس القومي للمرأة في مكتب مهم جدا، في السادة الموظفين هيتم تأهيلهم على أعلى مستوى، والغير كده كمان أن فكرة تعزيز دور المرأة المصرية هي الناس مش عايزة تسمعوا كلامها، عايزة تشوفوا تنفيذ على أرض الواقع، فده الدور اللي احنا نشكر المجلس القومي للمرأة اللي هو بيقوم بيه على مدار السنين اللي فاتت. يأتي اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية الاهتمام بالتنمية المستدامة وأيضا إعلان وإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان بشكل عام والاهتمام ودعم المرأة المصرية وحقوقها بشكل خاص، بتأتي هذه المنحة وهذا القرار بشكل داعم وتنفيذي على أرض الواقع، أن يكون في مكاتب متواجدة في كل ربوع مصر في قرى الصعيد والأرياف والوجه البحري والقبلي تسمع ليه شكاوي المرأة، ده شيء مهم جدا، ولكن الأهم أن هي تكون مطورة على المستوى اللي يليق بالمرأة المصرية. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة كايرو بايك، وشدد المركز على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرا إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة قبل عقد مؤتمر المناخ COP27. إذن مشاهدينا، عودة للاستعدادات الخاصة بمدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022 الذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل. المزيد ينضم إلينا من جديد الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك رامي. إذن مؤتمر بمواصفات عالمية وبالتالي التفاصيل مهمة ودقيقة وكثيرة، اطلعنا على الاستعدادات الأخيرة لهذا المؤتمر العالمي، تفضل. أهلا بك، تحياتي لك ولكل متابعينا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام والأمل. بالفعل مؤتمر عالمي وبمواصفات ومعايير دولية، والجميع ينتظر هذا المؤتمر. مدينة شرم الشيخ تستعد على قدم وساق هنا كافة الاستعدادات في كافة المجالات لاستقبال COP27، هذا المؤتمر الذي ينتظره العالم أجمع، وأيضا هذه المدينة بشكل خاص بكل مكوناتها بكل مجالاتها استعدت وعلى كافة الاستعداد لاستقبال جميع الوفود المشاركة في هذا المؤتمر. نحن نتحدث عن استعدادات في أكثر من مجال، منها المكان الذي أتواجد به الآن وهو الممشى السياحي الجديد والذي تم إنشاؤه وتطويره أيضا ورفع كفاءته بطول 6 كيلومترات، ونتحدث أيضا عن امتداد عرضي لهذا الممشى السياحي الجديد من 10 إلى 12 متراً لهذا الممشى.
أيضا نتحدث عن وجود عدد من النافورات وعدد من البوابات الأيقونية في هذا الممشى السياحي الجديد، وهذه البوابات التي ترتفع بسبعة أمتار. نتحدث أيضا عن مجال الميادين والطرق والبوابات الخاصة بمدينة شرم الشيخ التي تستقبل في الشهر القادم جميع الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، وهي المدينة الخضراء، المدينة الصديقة للبيئة. نتحدث عن جولة كبيرة قام بها اليوم السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعدد من البوابات المؤدية والقادمة أيضا من مطار شرم الشيخ للاطمئنان على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بهذه البوابات والطرق واللاندسكيب والمساحات الخضراء والإنارة وغيرها من الاستعدادات الخاصة بهذه البوابات. أيضا تضمنت الجولة هناك تفقد لعدد من المستشفيات، منها مستشفى شرم الشيخ الدولي وعدد من الأقسام الخاصة بهذه المستشفى، منها قسم الطوارئ والعناية المركزة. ونحن نتحدث عن الميادين والشوارع هنا في مدينة شرم الشيخ، نتحدث عن تطوير لأكثر من 15 ميدان هنا في هذه المدينة، وعلى رأسهم ميدان أيقونة السلام. هذه الميادين التي تهيأت واستعدت بكافة الأماكن وبكافة المجالات لاستقبال جميع الوفود واستقبال مؤتمر كوب 27. نتحدث أيضا عن عدد من المبادرات صديقة للبيئة، منها مبادرات تحويل النفايات والقمامة إلى صديقة للبيئة، إلى إعادة تدويرها من جديد. وهذه المبادرات التي تم يعني إنشائها وتم تدشينها من قبل الشباب هذه المدينة. نتحدث أيضا عن وجود محطة كبيرة، أكبر محطة طاقة شمسية في محافظة جنوب سيناء هنا في مدينة شرم الشيخ. نتحدث أيضا عن عدد كبير من الاستعدادات بكافة المجالات، منها مجال النقل. ولو تحدثنا عن مجال النقل، هناك منظومة كبيرة وأسطول نقل كبير صديق للبيئة وأخضر. نتحدث عن 260 عربة وسيلة النقل صديقة للبيئة سواء بالغاز أو الكهرباء. نتحدث أيضا عن التاكسي الصديق للبيئة هنا في مدينة شرم الشيخ. بكافة المجالات هذه المدينة وأيضا بكافة المستويات استعدت لاستقبال الوفود واللمسات الأخيرة في كافة المواقع والأماكن. أنا هنا في عدد من الجولات بالطرق والأسواق والشوارع وأيضا بالحديث مع الوفود. الوفود هنا تتحدث أن شرم الشيخ تشهد كل يوم جديد، كل يوم تطوير، كل يوم استعداد لاستقبال كوب 27. عودة لك مرة أخرى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من شرم الشيخ رامي محمد على كل هذه التفاصيل. قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنظيم عدة احتفاليات لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في محافظتي الإسكندرية والغربية، ويواصل قطار مبادرات التحالف تقديم المساعدات الاجتماعية وتيسير الزواج للفئات الأولى بالرعاية، حيث يصل قطار المبادرات الأسبوع القادم إلى محافظات القناة، ويبدأ بمحافظات الإسماعيلية، ثم تتوالى محافظات الجمهورية تباعاً. نظمت مؤسسة حياة كريمة أولى ندوات التوعوية الطلابية بجامعة أسيوط، وذلك تحت عنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. تأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. النهارده احنا جايين بنشرح للشباب، نشرح للطلاب ايه حياه كريمه، ايه الاهداف، ايه المحاور اللي احنا شغالين عليها. مهم جدا ان يكون طلاب عارفين كل المحاور دي وعارفين وملمين بكل الاهداف، لان المشروع هو المشروع القومي الاضخم. احنا النهارده موجودين في جامعه اسيوط مع الطلبه، هنعمل عمليه شرح لمبادره حياه كريمه. كل هدفنا النهارده ان شاء الله ان احنا نجمع اكبر قدر متطوعين من شباب جامعه اسيوط، من جميع الشباب على مستوى محافظة أسيوط يكونوا معنا في المبادرة، يشاركوا فعلا في المبادرة الرئيسية على أرض الواقع، إن احنا نوصل أكبر قدر من الخدمات لجميع أهالينا المستحقين في القرى الأكثر فقرا في أسيوط. مؤسسة بتعمل جهود في كافة المجالات، منها إنشاء المدارس، إنشاء مراكز الشباب،
تبطين وتأهيل الترع، طبعا جهود توزيع الكراتين في المناسبات والأعياد، واحنا بنبقى متواجدين مع الناس وبنحس بكل مشاكلهم وبنوصل كل المشاكل للمؤسسة، والمؤسسة بتتعامل فورا في أي مشكلة بشكل فردي أو بشكل جماعي بتحلها فورا. الهدف منها توعية الشباب في جامعة أسيوط وطلاب جامعة أسيوط عن ما يجري في مبادرة حياة كريمة ودور هذه المبادرة في الارتقاء بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجا. الحمد لله تم توعية الشباب بالمجهودات اللي بتتم على أرض الواقع، وإن شاء الله يكون لهم زيارات ميدانية لمشاهدة هذه الأمور. طلبة الجامعات المصرية كنا عايزين نوصل لهم إيه اللي حصل في مبادرة حياة كريمة على مستوى كل الجامعات. اختيرت جامعة أسيوط اللي تبدأ النهاردة أول ندوة في 16 أكتوبر عشان الطلبة يعرفوا إيه اللي حصل في القرى والنجوع والمراكز من تطوير ومشروعات جديدة، وهيروحوا يشوفوا الكلام. إذا مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبار الاقتصاد المال والأعمال في نشرتنا. وزميلة دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك دينا، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من ملفات عمل الهيئة. بحث الاجتماع مشروعات تطوير مينائي السخنة والعريش وتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، كما تم استعراض خطة المنطقة الاقتصادية للمشاركة في مؤتمر كوب 27 من خلال إطلاق حملة إعلامية للترويج لها على نطاق عالمي كمركز لإنتاج الوقود الأخضر. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2020-2021 ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه مقارنة بربع المماثل من العام المالي السابق، وجاء الغاز في المرتبة الأولى ضمن أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة بنسبة نمو بلغت 20.6%، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 53.3 مليار جنيه، قطاع الصناعات التحويلية ثم الكهرباء. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 697 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9853 نقطة ليصعد بنسبة 1.98%، ويغلق عند مستوى 10048 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2151 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.61% عند مستوى 2186 نقطة. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3077 نقطة ليصعد بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و62 قرشا للشراء و19 جنيه و73 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 19 جنيه و7 قروش للشراء و19 جنيه و18 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 21 جنيها و91 قرشا للشراء و22 جنيها و4 قروش للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع.
قال وزير النفط البحريني محمد بن مبارك إن قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع بين أعضاء أو بين جميع الدول الأعضاء. وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء حريصة على اتخاذ قرارات تهدف إلى استقرار الأسواق النفطية، وأنه خلال الاجتماعات المقبلة ستتم دراسة أي مستجدات اقتصادية لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين. ختام أخبار الاقتصاد وعودة مرة أخرى إلى دينا ونهى، إليكما. شكرا لك دينا. حذرت السلطات الأسترالية من أن الفيضانات قد تتفاقم في ولاية فيكتوريا، حيث غمرت المياه بالفعل المنازل والشوارع في بعض المناطق. وبحسب وسائل الإعلام المحلية فقد تغمر المياه 10,000 منزل في منطقة شيبارتون، حيث ارتفع منسوب المياه من نهر غالبرين بالفعل إلى 11.8 مترا لتغمر المياه الشوارع والبيوت. وتتوقع السلطات المحلية أن يبلغ النهر ذروة ارتفاعه ليصل إلى 12.2 مترا غدا، مما سيحطم الرقم القياسي المسجل خلال عام 1974. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. دينا شرف معها التفاصيل، أهلا بك دينا، تفضلي. شكرا لك نهى، شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. تأهل فريق فيوتشر إلى دور الثانية والثلاثين الثاني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تخطى فريق كالون بطل سيراليون. وفاز فيوتشر على كالون برباعية دون رد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 6-0 لصالح فيوتشر بعدما فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون رد. عقد الزمالك مؤتمرا صحفيا بمقر النادي لتقديم اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأبرم الزمالك 9 صفقات هي مصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل دونجا وعمر السيسي وزكريا الوردي ومصطفى شلبي وسامسون أكينولا وإبراهيم أناداي ويوسف حسن، إلى جانب استعادة محمد صبحي بعد نهاية إعارته إلى فاركو. حسم ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام ضيفه برشلونة بالفوز 3 أهداف مقابل هدف في الجولة 9 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار عاد ريال مدريد لصدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني. فاز ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد ليرفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني. تغلب أرسنال على مضيفه ليدز يونايتد بهدف دون رد في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 9 نقاط في المركز 15. ختام أخبار رياضة وعودة مرة أخرى إلى نهى ودينا، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا. نفق أحد حيتان الأوركا أو ما يسمى الحوت القاتل بعدما علق على شاطئ في هولندا. وعلى الرغم من جهود دفع الحيوان مرة أخرى إلى البحر، إلا أن حوت الأوركا نفق حسب ما ذكرت منظمة رعاية الحيوان الهولندية.
ووقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. بالطبع التفاصيل مع دينا، تفضلي. شكرا لك نوى، شكرا لك دينا، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 28، الصغرى 23، اسكندرية 27، 20، مطروح 26، 19، بورسعيد 27، 22، الإسماعيلية 28، 21، السويس 28، 22، العريش 29، 20، طابة 30، 22، شرم الشيخ 31، 22، الغردقة 32، 22، الأقصر 34، 21، أسوان 35، 22، الوادي الجديد 33، 20، شلاتين 32، 24، وأخيراً حلايب 31، 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يهنئ الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد ويؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق. خلال كلمته أمام أسبوع القاهرة للمياه، الرئيس السيسي يجدد التزام مصر ببذل أقصى جهدها لتسوية قضية سد النهضة على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف. مدبولي يوجه الحكومة والبنك المركزي بالتنسيق لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف دعما لصناعة الدواجن.